بهدف الحماية من الغرق وأسماك القرش. ابتكرت الطالبة جوري يعقوب من مدارس الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية ساعة أوتوماتيكية تعمل عن طريق المؤشرات الحيوية في جسم الإنسان. بدأت أبحث عن أبرز الابتكارات الموجودة، وبفضل الله طورت ابتكار ساعة أوتوماتيكية للحماية من الغرق وأسماك القرش. طبعاً استغرق مني هذا الابتكار تقريباً 4 أشهر، عملت مع شركة معارض عالمية. بعد ذلك شاركت في مسابقة إبداع العلمي اللي ترعاها مؤسسة موهبة، وكانت موهبة من أبرز الداعمين لي بعد دعم والدي. وتعمل هذه الساعة دون الحاجة إلى فتحها يدوياً، حيث تقوم بطرد الأسماك المفترسة عن طريق مادة طبيعية بداخلها. في الحقيقة هذا ابتكار ممتاز جداً ويخدم الوطن بشكل كبير، ونتمنى قبوله كبراءة اختراع. أتت فكرة الساعة الأوتوماتيكية بعد تأثر الطالبة بوفاة أحد أطفال العائلة غرقاً. لصحيفة اليوم حمود الشمري، الجبيل الصناعية. Thank you.